طيب طيب يا أستاذ رفعت، خليني أسأل حضرتك بقى بخصوص دي الشكاوي اللي بعد ما الدراسة تبتدي. طب هل دلوقتي بالقرارات الجديدة الوزارية اللي نزلت في التعديلات اللي بتحصل في المناهج، ولغينا كذا وحطينا كذا، وخصوصا كمان وهرجع أكلم حضرتك في موضوع المجموعات المدرسية اللي الحد الأقصى بتاعها أو الحد الأدنى بتاعها أو هو سعرها الثابت 100 جنيه مظبوط كده؟ هل لو في حد عاوز يقدم لا مش حدها ثابت، هو ترك للمدرسة ومجلس الآباء ومجلس امبارح أولياء لقينا الأمور. الخبر يا استاذ رفعت بيقول 100 جنيه للحصة، ما هو فده ده الحد حد الأقصى بتاع أقصى. السنتر. أيوه بحد أقصى، بحد أقصى. فهنا اللي يحدده مجلس الآباء في المدرسة، لأن مجلس ممكن الآباء في مدرسة المدرسة. بالضبط، الناس لأن امبارح ممكن لما قلنا الخبر ده يا استاذ رفعت ابتدت تقول ان ده كتير جدا، السنتر كان بياخد مننا 50 جنيه و60 جنيه، السناتر الخاصه بره المدرسه ومجموعه مدرسيه تاخد في الحصه الواحده 100 جنيه، ده كتير. لا، أولا يعني الناس قعدت تحسبها امبارح على السوشيال ميديا من خلال صفحتنا، انه انا لو اديت لابني انا كده محتاجه في الشهر 5000 جنيه بس مجاميع مدرسيه. ما انا بقول لحضرتك غير صحيح ان الرقم ده اقل من السناتر. لا، احنا عارفين ان المبالغ اللي بتدفع في السناتر اكثر من كده بكتير. لكن هرجع لنقطه مهمه، هذه المجموعات اختياريه وليست اجباريه. ماشي، ما احنا عاوزين الولاد تقلل من ان هي تاخد بره المدرسه وتاخد دروس خصوصيه وتروح السنتر وتضيع وقتها، وعايزينهم يتجهوا للمجموعات المدرسيه اللي هتديهم خدمه كويسه زي السنتر بره وبعدد اقل. عشان كده الوزارة قالت إن مجلس الآباء هو اللي يحدد الرسوم الدراسية اللي هتدفع في هذه المجموعات، ويراعي المنطقة اللي موجودة فيها المدرسة، الظروف الاقتصادية، قدرة ولي الأمر، لأن ده طب بحد إنما أدنى كام الحصة يا أستاذ رفعت؟ بحد أدنى لا، ده ما هو اللي تقلش. يحدد، ما فيش حد أدنى المدرسة اللي تحدد. يعني مثلا إذا كان بحد أقصى 80 مدرسة، 100 مدرسة تعملها 80، مدرسة تعملها 70، مدرسة تعملها 60. طيب يعني على حسب القدرة الاقتصادية لأولياء الأمور في المنطقة اللي فيها المدرسة. طيب استاذ رفعت، ارجع لموضوع الشكاوى ده، لانه يعني احنا قلنا الخبر مديريه التربيه والتعليم في الجيزه، اشمعنى الجيزه بس؟ ليه مش هتبقى في بقيه المديريات يعني؟ لا، هو خبر ال 12 بس يا استاذ رشا، لان ده متاح في كل مديريات كل التربيه المديريات. والتعليم. ايوه اوكي بالضبط، متاح تماما بالنسبه لارسال الشكاوي. دي ظاهره كويسه جدا، وقلنا لحضرتك ناخد نموذج من المنصه الخاصه بمجلس الوزراء ذاته. فالمواطن بيبعث فعلا لهذه المنصه، وبيتم الرد عليه، وبيتم التواصل مع الجهه اللي مشكو في حقها، وعشان الجهه دي ترد على المنصه بتاعت مجلس الوزراء حقيقه هذه الشكوى، وهل ممكن حلها ولا لا، وبالتالي تتواصل مع المواطن. نعم فناخد النموذج ده ونعمله مع المديريات، يبقى شيء جيد جدا، خاصه مع التغيرات اللي انت اشرت اليها في بدايه الفقره بالنسبه للعمليه التعليميه، بالنسبه لشكل المناهج اللي هتقرر عمليه الحضور والغياب، الالتزام الطالب والمدرس بالحضور في المدرسه، مجموعات التقويه. اذا في حراك كبير في شكل في اليوم الدراسي او في العمليه التعليميه. هذا العام مختلف تماما عن اي عام مضى، وبالتالي البعض صحيح. حتى بيقول يعني هل ده ممكن يتطبق؟ طب يتطبق ازاي؟ ده هو ده الطبيعي، ان هو يتطبق في المدارس، ان عوده الطالب والمدرس الى المدرسه، ان يكون في مجموعات تقويه، ان يكون في الامتحانات شهريه وتقييم للطالب بصفة مستمرة في المدرسة، وبالتالي تعود المدرسة لدورها التربوي في العملية إن شاء التعليمية. الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم. خطوة مهمة، يعني خطوة خطوة مهمة مهمة الحقيقة، ان كمان ولي الامر يقدر ان هو يتواصل مع المسؤولين لو في حاجة، لو في صوته يتسمع بالظبط، يعني نحس ان فعلا صحيح. صوت اولياء الامور بيتسمع، وخصوصا بقى ان في ارقام خاصة كمان باستقبال شكاوي التعليم الخاص، ودي حاجة مهمة جدا. التعليم الخاص بيحس ان هو مش قادر ياخد حقه، لان فعلا فعلا الموضوع ده بيبقى مستفز جدا لاولياء صحيح الامور. صحيح. طيب تعالي بقى